أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أنها ستسير اليوم أول رحلة بحرية من قطاع غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 10 سنوات. وأعلن الناشط الحقوقي وعضو الهيئة صلاح عبد العاطي في مؤتمر صحفي بميناء الصيادين غرب مدينة غزة، أعلن عن انطلاق أول رحلة بحرية من قطاع غزة نحو العالم، مضيفا أن السفينة من المقرر أن تقل مجموعة من المرضى والطلبة والخريجين العاطلين عن العمل. ولم يوضح عبد العاطي وجهة السفينة، لكنها المرة الأولى التي يعلن فيها الفلسطينيون عن تسيير رحلة بحرية من ميناء غزة إلى الخارج.